بالمختصر نستطيع أن نقول بأن فرص الترشح هي فرص كبيرة. هذا كان رد الرئيس السوري بشار الأسد على طلب المعارضة السورية برحيله عن السلطة، وذلك قبل يومين من مؤتمر جنيف 2. وحول المشاركين بمفاوضات هذا المؤتمر، اعتبر الأسد في مقابلة حصرية مع وكالة الصحافة الفرنسية أن الكل يعرف بأن بعض الأطراف التي قد تجلس معنا لم تكن موجودة، بل وجدت خلال الأزمة من خلال أجهزة المخابرات الأجنبية، سواء في قطر أو في السعودية أو في فرنسا أو في الولايات المتحدة ودول غيرها، معتبرا أنه عندما يجلس مع هؤلاء فهو يفاوض تلك الدول. الشيء البديهي والذي نتحدث عنه بشكل مستمر هو أن يخرج مؤتمر جنيف بنتائج واضحة تتعلق بمكافحة الإرهاب في سوريا. وعن مشاركة حزب الله في القتال في سوريا، قال الأسد إنه لم يكن هناك حاجة لدخول أي مقاتل غير سوري لو لم يكن هناك العشرات من الجنسيات التي تقاتل من خارج سوريا، مشيرا إلى أن خروج كل من هو غير سوري خارج البلاد هو أحد عناصر الحل، ويكون ذلك من ضمن ما أسماه بسلة متكاملة تهدف إلى خروج المقاتلين وتسليم كل المسلحين حتى السوريين منهم سلاحهم إلى الدولة. وحول مشاركة معارضي الخارج في الحكومة، رأى الأسد أنهم كانوا يتحدثون في الماضي عن سيطرتهم على 70% من سوريا، ولكنهم لا يجرؤون على المجيء إلى 70% التي حرروها كما يدعون، فهم يأتون إلى الحدود لمدة نصف ساعة ومن ثم يهربون من سوريا.